ça va? Vous allez bien? Eh bien, alhamdoulilah. وبادئ ببدء أتوجه للسيد عبد الحميد حسن بخالص التهاني على هذا التتويج المستحق والجدير به في مساره المهني المميز بالجدية والاستقامة والبذل والعطاء في جميع ما أسند له خلاله من مهام وأعمال. فقد التحق السيد عبد الحميد حسن بسلك القضاء سنة 1975، وتدرج خلال مساره المهني مروراً بجميع الرتب إلى أن رقي في سنة 1996 إلى رتبة مستشار بالمحكمة العليا، وعمل خلال هذا المسار المهني الطويل قاضياً بالمحكمة، ثم مساعداً لوكيل الجمهورية، فقاضياً ملحقاً بالوزارة إلى أن عين رئيساً لمحكمة باب الواد، ثم رئيساً لمحكمة بير مراد رايس، ليلتحق بعدها بمجلس قضاء الجزائر حيث عامل به كمستشار ثم رئيس غرفة، إلى أن تم نقله للعمل مستشاراً بالمحكمة العليا، ومنها إلى مستشار دولة بمجلس الدولة، ثم إلى عضو بمحكمة التنازع منذ تنصيبه بها بتاريخ 10 ماي من سنة 2005. ومن بعض المهام المكلف بها إلى جانب مهامه الأساسية أنه عين عضواً في فوج العمل المكلف بتحضير الانطلاق الفعلي لمركز البحوث القانونية والقضائية، ورئيساً للجنة مراقبة عمليات الخوصصة، وكذلك عضواً منذ سنة 2012 في عدة لجان للإشراف على الانتخابات التشريعية أو المحلية. إن هذا المسار المهني الطويل الحافل بالجد المتواصل والنشاط الدؤوب، سواء على مستوى العمل بمحكمة التنازع منذ سنة 2005 إلى اليوم، أو في العمل لأزيد من 3 عقود بين مختلف درجات القضاء العادي ومجلس الدولة، قد أكسب السيد عبد الحميد حسن تجربة طويلة وخبرة عالية في مجالي القضاء العادي والقضاء الإداري، تؤهلانه عن جدارة واستحقاق لتقلد منصب رئاسة هذه المؤسسة الدستورية الهامة والجهة القضائية الوحيدة للفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري.